قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. رب يسوع نزل الهاوية، لا يوجد إنسان يقدر يعمل دوا إلا إذا كان إله. نزل إلى الهاوية تحت، خد البديل عن الإنسان وطلع وسبى الناس اللي تحت اللي كانوا مقصورين. بتكلم عنهم في أفسس 4، افتحها معايا. بتكلم عن الناس الموتى في العهد القديم. وعدد 9 على 8: لذلك يقول أنه صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا، عشان التسلسل يبقى مظبوط. هو صعد، هو منتبه لصعود الإنسان، بس رجع قال على فكرة هو نزل الأول بعد كده طلع بيهم. طب ليه حط الصعود في الأول؟ عايز يقول إحنا عايشين حالة الروعة وليس حالة التعاسة، فهو منتبه لديه. فرجع تاني قال هو أولا نزل إلى الهاوية، أخذ الناس اللي كانوا ميتين على إيمان إن هو جاي، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. إبليس كان مستحوذ على المنطقة دي، راح رب يسوع نزل لحد مكانه تحت، لعقر داره في مكانه تحت، وانتصر عليه. افتح معايا كلوس 2: أحاطت به كل هذه الجموع الضخمة بأشكالها وصفاتها البشعة، لكن رب يسوع انتصر على كل دول. كلوسي 2 وعدد 14: إذ محى الصك الذي علينا في الفراق، الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا به في يسوع، فيه مش عائد على الصليب، ظافرا به في الصليب في يسوع. هبقى نمسك الشاهد ده المره الجايه عشان الوقت. رب يسوع حطهم وراه. ايه اللي بينزل حسب المفاهيم والاعراف؟ افتكر الملائكه راحت تاخد لعازر، حملته ملائكه، حملته ملائكه. هكذا الارواح الشريره بتمسك الناس وهي جاية تموت. في ناس كتيرة شافت دوا وقالت في شخص مش كويس، في شخص شايفه قدامي، في شخص لابس اسود او مش عارف يعبر عنه. مش قصة لابس اسود، هي الظلمة باينة. زي كده تقابل حد تقول له انا كأني شفته اسود، هو مع انه مش اسود، بس عالم الروح صبغ الصبغة بتاعته، فهو شاف الارواح الشريرة جاية تاخده. في ناس وهي بتموت بتشوف المناظر دي، هي راح تموت. رب يسوع وقع في وسط كل دولة، بص كل دول في أبشع مكان، في أقذر مكان. تخيل أوحش شيء، مليان بكل الشرور اللي أنت شايف النهاردة في الأرض بتتم. يسوع نزل إلى المنطقة دي، حواليه كل أنواع الأرواح الشريرة بالأشكال البشعة بتاعتها، بكل الصفات بتاعتها، سواء أرواح شريرة، سواء أرواح نفيليم، لأن يعني إبليس حاول يتكاثر وبيحاول يتكاثر. فأوقات أنت بتواجه حاجة زي كده، وتيجي تواجه أفكار ضغطة، قد تكون بتتعامل مع روح شرير عبارة عن كان موجود في نفليم وبيخرج في الأرض عطشان، عايز إنسان من العطش بتاعه، طلب أن يدخل في الخنازير، عايز يدخل يسكن جوا إنسان يستريح، لأنه بيبحث عطشان، فبيبحث عن ذهن يستمع إليه، يبحث عن ذهن بيسرح في السوشيال ميديا يفتح فيها، ذهن يعشق التفكير في الخيانة والظلم،
يعشق الأمور دي وعمل يأكل من المسلسلات والأفلام اللي بهذه الصورة إلى أن يصل لمرحلة أنه يقبل الفكرة، بيتدرب عليها في الفيلم، أنه بيحط تركيزه فيها فيتدرب فيها، ولا يعلم أنه بعدين ليه بيبكي كتير، ليه بيعيا كتير، ليه بيحزن كتير، ليه في حالة انكسار. يعني هو استمع لده، وأول ما تقول له امشي باسم يسوع مالكش مكان، أنت كأنك عملت زي داود اللي قتل جوليات وسبق، وقلت قبل كده جوليات ما كانش الوحدات القياس زي بتاعتنا النهاردة، ولا هو أطول منه شوية ولا حاجة، لكن الطول بتاعه قد يصل إلى أكتر من السقف والعمود، زي الأفلام المرعبة، زي الجيمز اللي فيه أطفال للأسف بيلعبوها ولا يعلمون، بيتدربوا على رؤية النفيليم بأشكالهم الشريرة. بيرجع نقول الطفل مش عارف ينام ليه، الطفل مش عارف بيحلم أحلام ليه، بيظهر له حاجات ليه، لأنه هو قاعد في الحتة دي مستنقع جواه. مش كده رب يسوع نزل في المنطقة الشريرة دي، من هو على الصليب كان شايف الأرواح اللي ورا الناس، ساعة الظلمة، ساعتكم والظلمة. أنتوا إبليس بيدخل إزاي في أفكار الكاتب الفلسطيني في الوقت دوا؟ عن طريق الإقناع بناموس موسى، شيء جميل مبرر، شيء مش وحش في الظاهر، يقولوا دوا مثل هذا يرجم، إزاي ساكتين عليه؟ ده قال عن نفسه المسيا، إزاي؟ يبتدي يحفز الشخص جواه، يبتدي يسخن، فيبتدي يشوف رب يسوع هو ممتلئ بالثورة الداخلية، يبتدي يضع كل غضب الأرواح الشريرة اللي بثته في أفكاره عليه، فيبتدي يا إما ياخد قرار ضده، يا إما يهيج ناس تانية إذا كان صاحب قرار أو. رب يسوع أباد الموت دوا، قوة الموت اللي كانت سارية المفعول في اليوم دوا وقعدت شغالة لحد 3 أيام، إلى أن وصل مرحلة العظم بتاعه ما تكسرش، لكن طلع من مكانه، طلع من مكانه، الضلوع بتاعته خرجت. لو هنيجي نبص من ناحية طبية عن طرق البشعة في التعذيب، هي أمور أنت ممكن تكون يعني بتستغرب، هل في إنسان ممكن يكون بشع بهذه الصورة أم لا؟ وتيجي تفرج على الرب يسوع وعلى ظهري حرث الحرثي، زي ما اتكلمت المرة اللي فاتت، مسكوا دقنه وشدوها، ألام في الجلد، ألام في العظم، ألام في كل حاجة، وهذا ليس مكافئ لقوة الخطية ولا ثمن الخطية، كان لازم يسوع ينزل هاوية تحت، كان لازم رب يسوع إلهه الذي هو نفسه هو الله، لكن الآب يتركه علشان يضع عليه أثامنا وخطايانا علشان نصير إحنا بر الله. آخر شهادة أقرأ معاكم ونصلي، يسوع غلب الموت لكي نحيا إحنا منتصرين في دوا. مبارك اسم يسوع. هاليلويا. كروس الثانية 2، كنقرأ كروس الثانية 5، لأن رائحة عدد 15، لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت، الموت أولئك. هنقرأ من عدد 14، ولكن شكرا له الذي يقودنا في موكب نصرته. يوجد موكب يسوع طول الوقت ماشي فيه، هل أنت ماشي فيه ولا؟ كيف أعرف أنا ماشي فيه؟ بتنقاد بكلامه وبتمشي بكلامه. هل أنا بمشي في موكب يسوع؟ الموضوع مش بيجي بالصلاة، يا رب أنا عايز أمشي في الموكب بتاعك، أنا عرفت اللي أنت عملته، أنا عايز أمشي في الموكب. لا، الكتاب يقول ينقاد، بتنقاد، يقودنا. إن ما كنتش سامع الإشارة بتاعته مش هتمشي في موكب الانتصار بتاعه. إن روح القدس يقول لك خد القرار ده دلوقتي، وتكتشف بعدين إنك أنقذت من حاجة ضخمة، يقودك بالانتصار في الموقف ده، تمشي في الموكب الانتصار بتاعه. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. في ناس بتاخد الريحة دي، بتكلم زي ما قلت قبل كده عن مشهد لدى الرومان في الوقت ده، انه اول ممالك بيرجع وداخل المدينة
فالناس بترمي عليه ورد، بس الأسرى وراه. الورد ده ريحته جميلة، رائحة حياة للجنود المنتصرين. أما الأسرى اللي وراه فنفس الورد ده رائحة موت. ده المشهد اللي بيحكي عنه، لأن رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت الموت، أولئك رائحة حياة الحياة. مين اللي كفء الحاجات دي؟ احنا كفء، صح، ثلاثة من نفس الرسالة. أصح 5:19، نرى مع 18، ولكن الكل من الله الذي صلحنا نفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. الله يقول إذا كان أحد المسيح فهو خليقة جديدة. المرة الجاية هتكلم عنها. بعد 15، فاكر مرة فاتت قلت حالة التعاسة اللي وقع فيها الإنسان بيه، الإنسان يحب ياخد مش يدي، عايز حد يهتم بيه، عايز طول الوقت. فبيه الإنسان شبيه بالحيوان، الحيوان بيبقى نفسه يأكل، نفسه في الجنس، ملهوش غير فقط إن هو بيقعد طول الوقت يفكر في حاجات زي كده، ما يعرفش يتحكم في شهيته، ما يعرفش يتحكم في جسده. لكن الكتاب بيقول في عدد 15، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم، بل الذي مات لأجلهم وقام. إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد من برة، وإن كنا غلطنا في يسوع زمان وعرفناه حسب الجسد وافتكرناه إنسان عادي، لكن ده طلع أن هو ابن الله، هو ده يسوع، هو ده المخلص. لكن الآن لا نعرفه كده، بنعرفه بأرواحنا. إذا إن كان أحد المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء يعني إن كان أحد المسيح، أي الشخص اللي قبل يسوع بقي في العيلة دي، إن كان أحد المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، صار الإنسان يسيطر على حاله وليس أن يسيطر عليه من حواسه الخمسة ويستعبد لأي شيء. ولكن الكل من الله الذي صلحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. إن كان أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياه، وواضعا فينا رسالة، مش كلمة، رسالة المصالحة. إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعزبنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لأنه بناء على كده عمل دوا، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هللويا. لهذا السبب بنسير في موكب يسوع. هل أنا بسير في موكب يسوع الذي جرد الرياسات والسلاطين؟ حسب الأعراف القصة بتحصل كالآتي: أول ما شخص بينزل الهاوية، بينزل تحت، أول حاجة بيستقبل بيركعوه قدام إبليس. المشهد ده عند اليهود، موجود في التلمود، موجود في كذا مخطوطات عندهم. الموضوع ده هو مش تأليف. يسوع نزل في المنطقة دي، داء النار، داء الهاوية بالنار بتاعها، لكن اسجرد رياسات، نفضهم على كتافه. جاي في ترجمات تانية نفضهم على كتافه، بيحاولوا يركعوه لإبليس، نفضهم على كتافه وانتصر. مين بيتفرج عليه؟ اللي في حضن إبراهيم، وقعدوا يتفرجوا ويشوفوا. هو المكان اللي دايما الناس بتدخله ده وما حدش بيطلع منه، المكان اللي هناك ده اللي نقدر نسمعه ونشوفه ونخاطب بعض، شفناها في المشهد بتاع العازر والغني. اتفرجوا على يسوع بينتصر. شافوا ملوك نزلت قدام عينيهم تحت وتربطت في المكان ده، وتربطت بالحبال بتاعت الهاوية. لقوا دواء مش بيتربط، لقوا دواء دخل في المكان ده مش مينفع يتربط، محدش عارف يسيطر عليه، مع انه نزل الى اعماقهم تحت. بصوا قالوا واو، أول مرة نشوف حد يعمل كده. زي ما استغربوا على الأرض لما لقوا بيخرج الأرواح الشريرة، قالوا إيه ده؟ عمرنا ما شفنا حد عنده السلطان ده. حبصوا لقوا يسوع نزل الهاوية بتفرجوا عليه، مش كده؟ أشهرهم جهارا ظافرا، جهار يعني عمل لهم موكب إشهار، قعد خدهم بعد كده وراه مربوطين قدام نسل إبراهيم، الناس اللي ماتوا بما فيهم اللص. لما قالوا اليوم تكون معي في الفردوس، مش دقيقة، أنا أقول لك اليوم إنك هتكون معايا في الفردوس، وخدوا في الحتة دي، دخل خلص في المنطقة بتاعته، هو الوحيد اللي قدر يعدي ما بين المكان ده والمكان ده، وراح فتح عليهم
وأخرج وسبى سبيا وأخذ الناس اللي ميتة تحت وطلع بيهم دخل الأرض. قامت ناس من القبور، دخلت القبور تلاقيها في متى 27، والقبور تفتحت، ناس دخلت المدينة لقوا ناس إيه ده، وكده اختفوا تاني، المدينة مش تستحمل. ناس شافت ناس في العهد القديم وعرفوهم، الواحد بيعرف الروح، وبصوا لقوا أن يسوع مرة يظهر للتلميذة، التلميذة دي وهو إلى أن طلع للآب ورجع تاني، يلا المسوني براحتكم أنا خلصت الشغل، أكمل كل حاجة، ووقف قدامهم قال لهم هاي هاي، لما دخل لهم قال لهم افرحوا افرحوا أنا خلاص خلصت الشغل. هم كانوا فاهمين المعاني دي، هم كانوا فاهمين يعني إيه إبليس، فاهمين عمق الهاوية والمشاكل اللي عمالين يتفرج عليها في مزمور 22-68. هو الوحيد اللي قدر يدخل المكان ده ويطلع وياخد معاه ناس تاني كمان. نفس القوة دي، إنك تطلع من المشكلة وتاخد ناس تاني معاك، نفس القوة دي، هي دي هي دي، إنك تقدر تطلع نفسك وتطلع الناس اللي جواك. هاليلويا جلوري هاليلويا، مبارك اسم يسوع. ليس لنا ان احنا نحيا حياة ضعف نتيجة العمل رب يسوع. يوسف عاش نفس النموذج ده، يوسف عدى لكن طلع وطلع اسرته كلها، دخل مصر منكس الرأس، خرج منها مرتفع الرأس. هو ده، لو مشينا على الميراث بتاع كل رجال الله في الكتاب المقدس ما فيش حد فيهم منكس الرأس، غلبوا هنا على الأرض مش لما يروح السماء. لا يوجد حالة سترت في الأرض إنه شخص انتصر هينتصر في السماء. الحالات اللي فيها ستحدث بعدين هي حالة السيطرة التامة نهائيا على الأرض في ملك الألف، وفيها حالة تشريف للناس اللي عذبت في الأرض. خلاف مع بعض، وانت بتصلي شوف المجد اللي انت فيه، شوف المجد اللي انت فيه. أباد الموت، أي مشكلة أنت بتواجهها فيها حبال من الهاوية بتحاول تطلع، يعني أرواح شريرة بتحاول تطلع، لديك قوة، قوة القيامة يمكنك أن تفرمها. أنا بنقاد بالروح عشان أمشي في موكب يسوع. هللويا هللويا. قد أمر الرب بالانتصار والعز، خلاص انتهى الموضوع، لكن هو رجع وصلى قال أوكي رب أنا عايز الحاجة دي تنفذ في الموقف ده. الصلاة الصلاة، أن تصلي أن تصلي، أن تضع القوة بتاعت الله دي على الموقف. ليس مرسول لنا أن نعيش خزي في الأرض، ما فيش حد عايش خزي من رجال الله، لم يعيش أحد خزي من اللي مشي مع يسوع، ما فيش حد عايش خزي ولا عناء من اللي مشي مع يسوع. ده اللي خلى بولس يقف ويتكلم مع الملك ويقولها له، بيقول له نفسي تبقى زيية ما عدا القيود دي، نفسي أنت الملك تبقى زيية، لأن هو فهم إن السيادة وضعت في عالم الروح. والآن يسوع جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب في يسوع، وهو لما كان على الصليب ونزل الهاوية انتصر يسوع، هزم الموت، أباد الموت، أباد الاكتئاب اللي انت عملت تقول عليه، أباد المرض، حبال الهاوية. لا تضع نفسها عليك، لديك قوة
لقطعها. لديك قوة لقتل وإنهاء الملل من حياتك. اوعى تبص للناس إن هي السبب ولا ظروف معينة هي السبب. رب يسوع ميز الأرواح الشريرة بأشكالها. الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر يملكون في هذه الحياة كملوك بالمسيح يسوع. بتسير بقوة روح القدس وليس بالقوة البشرية. أيا كان العالم كله، لا يوجد بلد أحسن من بلد دلوقتي. العالم كله بيعاني. الأمر ليس في أنك تهاجر، والأمر ليس أنك تخرج من أي بلد. العالم كله دلوقتي بيدخل على مراحل ما قبل الضيقة. الآن أنت نور في منطقتك. إن صدقت دوا مملكة الظلمة لن تعمل على حياتك. قوة الروح القدس في حياتك، نفس قوة المجد، روح المجد بيعمل على حياتك. شغلك، بيتك، دراستك، يسوع رجع العلاقة تاني للإنسان مع الله. يمكنك تمشي في موكب يسوع، لا تكون في موكب المهزومين. لا تسير في موكب المهزومين. بعدما قام تكلم بالفرح على كل الناس، تكلم بالانتصارات. أنت تبع الموكب دوا، اجتازها علشان أنت ما تجتازهاش. اجتازها عشان لما تيجي تواجهها تقدر عليها. يقوم الرب يهرب أعدائه. خلي الرب يقوم في داخلك. وانت بتصلي بألسنة رب بيقوم في داخلك. وانت بتخرج الألسنة والكلمات المطوعة، انت بتخرج القوة دي خارجك. هاليلويا. يوجد فيروس ناس عمالة تقول عليه ما مش قادر الطب يوقفه. روح قدس الآن بيكنسل هذا الروح الشرير من حياتك. هاليلويا. أعضاء بتخلق من جديد، أعضاء بتخلق من جديد. احتقر علشان أنت تحيا حياة كرامة. بتكلم أنه كان ناس بتبصله كأنه دودة، كأنه حاجة محتقرة، حتى مش إنسان حتى. لكي تحيا أنت حياة القيامة. كنت لسه ما قبلتش يسوع، صلي الصلاة دي عشان تعبد وانت فرح محتفل بيسوع. كنت لسه ما قبلتش يسوع، كنت لسه ما تولدتش من الله، صلي معايا الصلاة دي واخرجها من داخلك وانت تعانيها. الله انا بجيلك بشكرك من اجل يسوع اللي مات وقام. هو سيدي ومخلصي، هو ربي وكل حياتي. أنا بحيا العمر كله له. أنا بشكرك، بتولد منك دلوقتي. أنا أخذت حياتك. أشكرك الآن صرت ابنك وبنتك. هللويا. امتلي بالروح القدس. روح القدس عايز يسكن جسدك دلوقتي. هللويا. افتح فمك، افتحي فمك وتكلم بألسنة وانت بتعبد الرب. وانت بتعبد الرب بتقول له اشكرك. وانت بتلف دوا في ذهنك، ده اللي عمله داود. سلاح وقف يتأمل، وقف يتأمل وتفرج على الموقف في داخله. وانتصر يسوع المنتصر، يسوع المنتصر.
احنا عايشين تحقيق اللي عمله يسوع. لا يوجد شيء يعذبك في الارض، لا يوجد شيء يقضي على سعادتك في الارض، لا يوجد حبال يمكنها انها تحبك ربطتها عليك، لا حبال فقر ولا حبال حزن ولا حبال يأس ولا حبال مرض من مملكة الظلمة يمكنها أن تستمر مع قوة القيامة اللي جواك. الحياة بتجعل بتنبت صحتك سريعا. الشغل بتاعك رب بيديلك أفكار انقاد بالروح، انقاضي بالروح. هللويا. ارفع ايديك واعبد رب اعماق قلبك. كنت ميتا والان انت حي. الذي أقام المسيح ساكن فيك الآن، نفس الروح اللي أقام المسيح ساكن فيك وفيك. لهذا السبب في داخلك مصنع القيامة نفسه، قوة القيامة. أي موقف وأي ظروف وأي أمور بتعبر فيها صلت عليها قوة القيامة. قد أمر الرب بدوة ليك خلاص، لكن بعد كده هو صلى قال أوكي أنا عايز الحاجة دي تحصل بالصورة دي طبقا للصورة الحقيقية اللي اكتشفتها عني. مش كتعود أنك تصلي؟ تصلي ليكن في حياتك صلاة،
صلب السنة، ابتدي تشوف الموقف. ليس بتصلي تقول يا رب انا عايز كذا وتتمسكن، لا تحتاج الى هذا، لكن تقول اشكرك قوة القيامة شغالة على هذا الشيء لهذا السبب. انا بأمر باسم رب يسوع. الصلاة هي وقت تأمل، هي وقت تأمل ينتج عنها كلمات منطوقة، ينتج عنها كلمات منطوقة. فأنت في الصلاة بتشوف القصة مع الله، أنت بتصلي بألسنة وأنت بتشوف الآيات الكتابية وترى الموقف، بتعمل فيلم في ذهنك تخيلي أنت البطل فيه. بعد ما تخلص دوا تتكلم وتأمر بحدوث هذا الشيء على الأرض. القوة التنفيذية وضعت في أرواحنا، سلمت للكنيسة. مشكلة أنك الناس بتصلي تقول يا رب اعمل يا رب اعمل، مش ده الحل. لكن الصح بما أن الكتاب يقول، بما أن يسوع عمل الحاجة دي، مشكلة أشكرك وتتخيلها معاه، وأنت بتصلي بألسنة تتخيلها معاه، بعد كده تأمر الشيء. ده اللي عمله بطرس فيه، هو بيقوم طبيصة. الكتاب يقول جث على ركبتيه وصلى، ثم التفت للجسد، ما قالش يا رب أقومها، قال لها لك أقول قومي. هذه الطريقة ما صلاش، هو صلى في الأول لكن بعد كده أمر. وبشكرك من أجل قوة القيامة اللي بتعمل في حياتنا، أشكرك من أجل عمل يسوع الضخم، أشكرك لأنه أحيط بهذه الملايين والمليارات من الأرواح الشريرة لكي نقولها الآن باسم يسوع فتحرب الأرواح الشريرة. هو اجتاز في دواء. بشكرك بابا، شكرا لأنه قام وترك القبر فارغا. أشكرك أنا بحيا بقوته. هللويا، كنيستك بتحيا بقوتك، قوة القيامة ومجد القيامة والسيادة، لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. Thank you.
هللويا. هللويا. كل شيء انت واقف فاكر انه ده المعضلة بتاعتك، لو صدقت بس النهاردة قوة القيامة بتعمل في هذا الشيء، وجهت تفكيرك صح بناء على ده، تحيا الانتصار عليه. لا يوجد عادة ولا خطية ولا أي شيء يمكن الوقوف أمام قوة القيامة اللي أنت خضعت ليها لما قبلت يسوع. هو أنقذك من كل مملكة الظلمة. ساعة الظلمة لا تعمل فيك، قوات الظلمة لا يمكن أن تعمل على حياتك، وأنت بتلبس سلاح الله الكامل تقدر أن تطفئ السهام، تقدر أن تغلب. لاحظ الكلمات اللي في أف ستة كلها، تقدر أن، تقدر أن، تقدر أن. تعلم أن تستخدم لسانك ولسانك كل ما تيجي تواجه مواقف، طلع قوة القيامة، قوة خارجة من فمك. الموت والحياة في يد اللسان في أمثال 18، الموت والحياة في يد اللسان، قوة القيامة في لسانك، تخرجها بلسانك كلماتك. هللويا. باب نحيا لك لأنك أنت عشت ومت من أجلنا وقمت من أجلنا. لك كل تفكيرنا وغرامنا. شكرا. صرنا أبناء وورثة، نفتخر بك في هذا الدهر والدهر الآتي. نشكرك لأن حياتك بتسري في داخلنا دلوقتي. نشكرك لأننا مستعدين لظروف الحياة. شكرا لأنك أنت لم تبقي لنفسك هذا المجد بل أعطيت لينا. هللويا. شكرا أن يسوع ذبح وأشترانا. هللويا. جعل إبليس تحت أقدامنا. أشكرك يا بابا، لك كل الهيبة والتقدير، لك كل السجود والحب. ونحيا أعماق حبنا ليك أنت، لحظات يومنا ليك أنت. هللويا. في اسم يسوع. أمين. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.